السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطباء ديالنا حفظكم الله ورعاكم المرشدين المقيمين الدينيين، هو أخوكم أحمد أجندوس خطيب مسجد المنبر اللي خطب الخطبة ديوم الجمعة الفائتة. قال لك سيدي يفصل لأنه زج بالخطبة في حساسية ضيقة. هذا هو ما عرفناش، أنا الخطبة ديالي راه مسجلة عند الناس وراها موجودة في المواقع. إذا كان الخطبة ديالي أنا زجيت بالخطبة في مسائل ضيقة، أنا موجود نجاوب عليها. هذا الناس عندهم بجرة قلم يفصلوا الخطيب، مع العلم أنني ماشي هما اللي عملوني، ماشي هذه المندوبية اللي عملتني أنا في المنبر. في جمعة شرط المنبر الخطيب أنا شرطوني الجماعة، ومع العلم أن اللي كانت قاضه من عند هذه المندوبية 400 درهم. واش هذه أجرة الخطيب، أجرة الفقيه، أجرة الخطيب؟ حتى تفصلوا بجرة قلم هاد المندوبين وهاد الناس زعما ما شاء الله عليهم ما شاء الله. جزاكم الله خيرا، والله يحصل لي الشرف أنني وقفت وقفة خطيب حر طليق، ولست عبدا لأحد. وإن كان كيفما كان حاله فإنما وقفت لله رب العالمين، وغدا يوم القيامة سأقف بين يدي الله عز وجل أنا والمندوب وكل من فصلني. غدا يوم القيامة نقف بين يدي رب العزة وقل له يا ربي هذا الذي منعني أن أبلغ دينك، هذا الذي منعني أن أخطب وأن أبين للناس وللمسلمين شريعتهم ودينهم، ألا هل بلغت؟ فليشهد التاريخ وتشهد أنت.